أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
فمن شهد منكم الشهر فليصم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.